الرنجة يا جماعة مين فينا بيحبهاش؟ الرنجة ذهب، الرنجة ما شاء الله جميلة، خاصة لما تكون دلع، يا سلام بجد، حاجة كده ملهاش حل. أهم حاجة إنك تعمليها على شعلة البوتاجاز، والنار بتبقى إيه عالية عندك كده، النار هتطولها هتقوم مفتحاها كده تبقى مستوية معاكي، هي لازم كده. الرنجة بيبقى فيها زيت بيبقى يساعد على الاشتعال، فلازم تبعد وشك شوية عشان هي الزيت أول ما بيلمس النار بتقوم إيه مخلاها تعلى تعلى شوية، لكن هي سواها كده لازم تستوي معاكي كده. تفتح بقى من كل حتة ما شاء الله، ما تخافيش ما تقلقيش، انت بتبقي ماسكه من الديل والراس. وبعد كده بحط بقى، بخلص بقى خالص واحط رشه سكر على عين البوتاجاز، بتلم معايا الروايح شويه، ولما بعد كده بقى اغسل الشعله واحط عصره ليمون على الرنجه، وما شاء الله زي الفل، احلى رنجه دي ولا ايه؟ سيبولي بقى في التعليقات ايه رايكم.